السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج ألو مكملين. الحقائق اللي بتظهر كل يوم بعد يوم بتؤكد إن إحنا قدام قتلة من نوع مميز جدا في عالم القتل، عالم اللا إنسانية، في عالم اللا نخوة، في ناس نزعت من قلوبهم الرحمة ونزعت من قلوبهم أي معاني لكلمة إنسانية أو شرف. إحنا قدام تسريبات صوتية موجودة الآن بحوزة الشرطة التركية، لأول مرة مصدر رسمي تركي بيعبر عن أن في تسريبات أو تسجيلات صوتية موجودة لدى وزارة الداخلية التركية. الكلام ده ما قالوش مصدر إعلامي، الكلام ده اللي صرح بيه النهاردة سليمان سويلو وزير الداخلية التركي لما قال في مؤتمر صحفي: لدينا تسجيلات بتوضح كيف قتل جمال خاشقجي. التسجيلات اللي اتكلمت عنها عدد من الصحف التركية، اتكلم عنها عدد من الصحف التركية ومنها مجلة يعني شفق اللي وصفت ازاي تم قتل جمال خاشقجي. جمال خاشقجي اللي قتلوا صلاح الطبيقي، الدكتور صلاح الطبيقي اللي المفروض انه مدير الطب الشرعي في الامن السعودي اللي صورته قدامنا، قتلوا على انغام الموسيقى، وقبل ما يتم عملية القتل سبقها عملية تعذيب بقطع الصوابع. الأول ضربوه وبعدين قطعوا صوابعه وبعدين قطعوا رأسه. ده الكلام النهاردة زي ما بنشوف مع بعض الخبر العاجل: إعفاء القنصل السعودي من مهامه والتحقيق معه. الكلام ده من دقايق بس، بيقول لنا إيه وبيفهمنا إيه وبيعرفنا إيه؟ مين اللي ادى الامر للقنصل انه امبارح يسافر الى المملكه العربيه السعوديه قبل ما يتم تفتيش بيته؟ طبعا ده بامر سيادي، امر جاي من البلاط الملكي. وبعدين بعد ما وصل طلع لنا الخبر اللي شفناه من شويه انه بدا التحقيق معاه بعد ما عزلوه من مكانه او من منصبه. يعني ايه؟ يعني يبدو انه بيحضروه علشان يكون هو كبش الفداء أو يكون جزء يتحمل جزء من المسؤولية. محمد العتيبي لما بدأ فريق الاغتيال بقتل جمال خاشقجي قدامه قال لهم: اعملوا ده بره، انتوا هتودوني في داهية. قالوا له: لو عايز تفضل عايش وعايز ترجع السعودية مرة تانية تسكت. الكلام ده بينقله وسائل إعلامية وبينقله صحف تركية بتقول تفاصيل ما حدث لجمال خاشقجي مش مختلفة كتير عن اللي قلناه لحضراتكم قبل كده، ان الراجل بعد ما دخل يوم 2 اكتوبر يوم الثلاث الى داخل السفارة التركية، عفوا الى داخل القنصلية السعودية في اسطنبول، تم التعامل معاه وقتله بعدها بدقائق معدودة. الاول قطع الاصابع بعدين قطع الرأس. تعالوا نشوف الاخبار بتقول ايه. مصدر بمكتب المدعي العام التركي للجزيرة بيقول: فريق التحقيق سيتوجه خلال ساعتين الى بيت القنصل. بيت القنصل منع امبارح الوفد الامني التركي من الدخول اليه. بيت القنصل ربما يكون فيه حل اللغز. بيت القنصل ربما يكون فيه جثه جمال خاشقجي اللي تم تقطيعها، قطعها صلاح الطبيقي المفروض انه طبيب، واستعملوا شنط اشتروها من سوق ساركاجي اللي موجود في اسطنبول لنقل هذه الجثث. واكثر الاقوال بتقول ان تم دفنها في قنصلية أو في بيت القنصل اللي على بعد 300 متر. النهاردة بيتم الإشارة لأول مرة لدور للقنصلية الإماراتية اللي موجودة في المكان. النهاردة الإعلام التركي بيشير أو بيتساءل: هل هناك دور للقنصلية الإماراتية الموجودة بجوار القنصلية السعودية؟ أخبار كتير معانا النهاردة متابعة من وسائل إعلام مختلفة. عندنا كمان بعض المجلات البريطانية بتقول لابد من رحيل محمد بن سلمان، زي الجارديان بتقول: بن سلمان لن يجلب الاستقرار للمنطقة ويجب البحث عن ولي عهد جديد. دي الجارديان البريطانية بتعبر عن ان محمد بن سلمان لن يكون صمام امان ابدا، لن يكون عامل لجذب الاستقرار للمنطقة العربية او للمملكة العربية السعودية او لشعب المملكة العربية السعودية بهذا التهور وهذه السادية وهذا الأسلوب اللي جاي من العصور الوسطى لقتل من يختلف معه بالشكل ده. بيقولوا أنه لابد من وجود ولي عهد آخر. بالصور مين بقى اللي بيساند السعودية هذه المرة؟
تكلمنا عن كام دولة قبل كده، ولكن امبارح تصريحات إسرائيلية بتقول عن مساندة تامة إسرائيلية للموقف السعودي، بيقولوا ان هم ما بيصدقوش اللي بيطلع من تركيا ولكن بيصدقوا الأقاويل السعودية، وبناء عليه رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي بيلتقي نظيره السعودي لأول مرة علانية في الولايات المتحدة الأمريكية امبارح. محمد بن سلمان بيحاول يدفع كل الأسعار اللي تخليه على كرسيه، محمد بن سلمان بيحاول يدفع كل شيء يخليه قاعد على الكرسي، لأنه واضح أن مسألة قعده على الكرسي كولي العهد مش فيها كلام، هي تميل إلى الإطاحة به بشكل كبير، خاصة أن الدوائر صنع القرار في الغرب رافضة ده. ألمانيا النهاردة وزير خارجية بيقول أنا مش هروح السعودية بناء على زيارة كانت معدة سلفا. ولكن امبارح تم ضخ 100 مليون دولار إلى حسابات في الولايات المتحدة الأمريكية قبل وصول وزير الخارجية الأمريكي إلى الرياض. الوزير اللي وصل امبارح إلى الرياض والنهاردة وصل إلى أنقرة وغادرها من ساعات أو من ساعة يمكن. في أوج أزمة خاشقجي الرياض تحول 100 مليون دولار لواشنطن. سياسيين والناشطين بيسألوا ليه الفلوس دي اتحولت قبل ما يوصل وزير الخارجية. في أسئلة تانية بتقول ايه اللي جابه او ايه العرض اللي نقله وزير خارجية امريكا من الرياض الى انقرة، وبناء عليه شفنا حدة او شفنا تعامل تركي مختلف. قبل كده كانت تسريبات اعلامية بتتكلم عن تسجيلات لقتل خاشقجي، ولكن شفنا بعد ما جاء وزير خارجية امريكا ربما كان في كلام يعني مش مقبول، فصرح وزير الداخلية التركي ان في تسجيلات رسمية أو بشكل رسمي موجود تسجيلات لقتل خاشقجي. وأيضا وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو قال إيه؟ قال إن أنتوا بتقولوا إن أنتوا موتوه، أنتوا بتحققوا معاه. القنصليات ومقر البعثات والسفارات ليست أماكن للتحقيق، ده اللي قاله وزير خارجية تركيا. كمان خبر آخر بيقول يعني شفق التركية، ودي صحيفة مقربة من الحزب الحاكم، بتقول تسجيلات صوتية تثبت قطع رأس خاشقجي بعد تعذيبه. وده اللي قلت لحضراتكم عليه، احنا بنواجه نوع من الساديين المجرمين عتيد الإجرام، قطعوا أصابع الرجل ومن ثم قطعوا رأسه وبعدين قطعوا جسمه. صلاح الطبيقي طلب منهم انهم يشغلوا أغاني وعلشان يعرف يشوف شغله وهو بيقطع جثمان جمال خاشقجي، يمكن يكونوا كانوا مشغلين أغنية تعلم جطر ولا حاجة بمناسبة ان هم بيتكلموا عن الخيانات. احنا بس عايزين نسأل هو مين اللي خاين لمين؟ مين اللي بيخون يمينه وقسمه كطبيب؟ مين اللي بيخون الشعب السعودي اللي استأمنه؟